معلمة بغداد يا فندم. خليها تتفضل. اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضلي. شكرا. هو حضرتك بعثت لي خير بس انا كنت جايه من نفسي. خير؟ كنت جايه تزورينا؟ لا، جايه اقدم الدليل على الراجل اللي واقف قدامك ده. هو وصالح الطبال زوروا شهادة وفاة ابني تمام. الكلام ده خطير يا بغدادة، فين الدليل؟ دليل ايه بس يا سعادة الباشا؟ انت هتسمع ليه خرفانة زي دي جاي ترمي بلاها عليا؟ الدليل موجود يا سعادة الباشا، انا مسجلاله اعترافه، متسجل بعظمة لسانه. اتفضل، ادي التسجيل. سجل عندك دي يا سعادة الباشا؟ مسجلالي صوتي من غير اذن نائب. معقول يا باشا؟ معقول عامل ده؟ انا جايبه اذن النيابه. اتفضل استقرا، ادي اذن النيابه يا باشا. انت عايز اعترف ان انا وصالح الطبال زورنا شهاده وفاه تمام ابنك وهو كد؟ افترى سعاده الباشا تزوير. وبعدين معاك يا راجل انت، اسكت شويه. يا سعاده الباشا عايزنا اسكت وهي بتتبلى عليا؟ الست ما تتبلاش عليك، الأوراق اللي معاها سليمة وإذن النيابة اللي معاها كمان سليم. تمام يا فندم. خد الراجل ده على الحجز وبكرة الصبح يتعرض على النيابة. حاضر يا فندم. منك لله يا بغدادة، منك لله. وفلوسنا يا سعادة البيه والتعويض بتاع الشرط الجزائي يا بيه. ممكن يا متر ناخد صورة من المحضر ونحضر استجواب النيابة المتهم ونقدم طلب بالتهمه دي كمان؟ ممكن. متشكرين يا سعاده الباشا، نستاذن احنا. اتفضلوا. متشكر يا باشا، بس يكون في علمك انت لساك القهوه. نبعت نجيبها حالا. لا مش شكره قوي. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. بقول لك يا ست بغداده. نعمين يا باشا. انت تعرف الراجل صاحب الصوره دي؟ لا. تسأل ليه؟ يعني ما شفتوش قبل كده؟ هو مين؟ صاحب الصورة. لا، شفته يا بيه. فين؟ هني على الحيط أول ما دخلت. إنما بتسأل ليه؟ لا مفيش حاجة، ممكن تتفضلي. والشكر. مع السلامة. السلام عليكم. تمام يا فندم. شفت الست اللي خرجت من مكتبي دلوقتي؟ المعلمة بغدادة؟ ايوه، عايز مراقبة شديدة في بيتها ولعربيتها وللوكالة بتاعتها، مراقبة لمدة 24 ساعة، مفهوم؟ مفهوم يا فندم. اركب. خبر ايه يا معلم؟ كلمتني وخليتني اقفل الوكالة بدري ليه؟ ده الحصة حصة شغل. اركب. انت هتخطب لي فيها؟ قلت لك اركب يعني تركب. عيني يا معلم. اطلبي إدارة تنفيذ الأحكام بالقاهرة. دي كل اللي موجود من هدومة والجزم. بيتهيألي ما كانش حيلتك غير اللي لابسها. طيب خد الهدوم دي واحرقهم في الفرن. ليه بس خسارة؟ دول لسه جداد بشوكم. يا ولدي اسمع الكلام وبلاش مناهدة، خلي الأولاد تفوت على خير. طب اروح اديهم لأم إمام اللي قاعدة بتمام أحسن. يا ولدي قلت لك احرقهم. طب وليه الرعب والخوف ده كله يا معلمة؟ علشان المنيل على عينه كرم قال إنه شاف الدكتور أنور هنيه عندينا. دكتور أنور مين؟ اسمع يا أص، لو أي حد من رجالة الحكومة سألك عن أنور أو محمد نور قول لا شفناه ولا نعرفوه. أيوة من حق. صحيح، ده محمد نور اتصل بك من مصر وكان بيتكلم من عند الست نحمد ونشكر فضله. الله يخرب بيتك يا ولد، انا هقول لك ايه وانت هتقول ايه؟ أباي عليك يا معلمة، هو في حد غريب معانا؟ لو في حد غريب هنقول لا شفناه ولا عرفناه. اما اروح احرق الخلاجات مش كتبتهمني كنت عملت بيها القص الافريقي. مين اللي هيخبط الساعة دي؟ مين؟ مصر.
عبد التواب نشفت دمي. إلهي نشف دمكم. مساء الخير يا معلمة. مساء الخير يا معلمة. النور. تفضلوا. يا رب يا ساتر. يا ساتر. بس. عيني. يلا. روح أنت وارجع بسرعة. حاضر يا معلمة. تفضلوا. يا ترى جايين فيه المرة دي؟ جايين بطارق يا معلمة. قصدي نعز يا حاجة. في المرحوم هنيدي. والمرحوم همام. مش الواجب برضو تاخدي عزاهم وتسقي قهوتهم؟ مش قبل الكرم واللي معاها يخشوا سجن الحضرة. عموما منجيلكمش في حاجة وحشة ابدا. بصراحة براو عليك يا معلمة. لعبتها يا معلمة ولا الخطيب؟ بس عايزين نعرف يا معلمة، انت سجلتي له ازاي؟ مش سجلت له ازاي، المهم جابت اذن النيابة ده منين؟ من وكيل النيابة. رحت له وحكيت له على اللي عملوا معايا المدعوك ده. بصراحة قام اداني الاذن. بصراحة بقى يستاهل كل اللي يجراله. وعلى فكرة يا حاجة، اول ما نقبض منه الفلوس هنجيبها لك. لا 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 لا، حد الله ما بيني وبينها. ده حقك يا حاج. لا حاج، خدته ساعة ما خدت البضاعة. لو عايزين تخدموني ودوها ملجأ الأيتام. والله فكرة. روح يا شيخة، الله يبارك لك في عينك وعافيتك. بس هو هيجيب الفلوس دي كلها منين؟ ما يجيبها مطرح ما يجيبها، إن شاء الله يبيع الوكالة. يبيع الوكالة؟ دخلوا ناس تشتري لحسابي. يا سلام يا معلمة لو حصل الكلام ده، ده يموت فيها من الغيظ. العين بالعين والسن بالسن والبادي اصلا. بالحق يا حاجه. نعم. احنا كنا هننسى. هو الضابط بتاع نقطه المنشيه ده كان عايزك في ايه؟ ابا ابن حلال مصفي فكرتني. انا بس قصداكم في خدمه. يا بيتنا. الو اداره تنفيذ الاحكام. ايوه يا ابني اديني الضابط النباطش. حاجة موجود؟ طب خد الإشارة دي. أيوة. بعد التحريات تم العثور على الهارب المسمى أنور محمد عبدين متخفيا داخل نطاق اسم المنشية. نرجو اتخاذ اللازم. عرفتوا بقى اللي أنا طلباه منكم؟ عرفنا. بس اسمعوا يا رجالة، إذا كان الموضوع ده خطر عليكم وانتم مش مستريحين له انسوه كأني ما قلتوش. ايه؟ وانا مش هزعل. كلام ايه اللي بتقوليه ده يا معلمة؟ عيب كده بتشتمينا. اي حاجة عايزاها هنعملها، بس انت امور يا حاجة وبمشيئة الرحمن هننفذها حتى لو كانت فيها حياتنا. يعني لا شفتوه ولا تعرفوه. هو مين ده يا معلمة؟ محمد نور. محمد نور مين يا حاجة؟ انت عمرك سمعت ولا شفت حد بالاسم ده حاجة؟ انا لا سمعت ولا شفت. الراجل راجل من يومه. الراجل راجل من يومه. إلهي يا رب ما تحرم منكم ابدا. الو مين؟ بغدادة. ازيك يا بغدادة؟ من عيني. حاضر. أما بغدادة ازيك؟ انت فين؟ طمنيني عليك، انا قلقان قوي. طب بتكلمي منين؟ من تلفون العربية. لا انا تمام. كرم اتحجز وهيعرضوا على النيابة. قل مش ناقصك حاجة يا دنايا؟ لا يا أما مش ناقصني غير اني اشوفك. لو عايز تشوفني دور بجد انت ونحمده على اللي قتل الناس، وربنا هيوقف معاك. بالك انت ساعتها هرقص بالعصا وزفتك زفه اسكندراني. ربنا يخليك ليا يا اما. مش عايزه حاجه؟ لا اله الا الله. فين يا سمحمد؟ سمحمد ايه يا ماما؟ مش هديك نعرف فيه ايه؟ هو عارف ماله، واكيد مش عايزنا نشوفه هو بيبكي. صحيح يا بنتي، دمعه الراجل غالية. الحمد لله. ايه ده؟ انت تقريبا ما تفتيش يا حبيبي. انا اكلت سندوتش قبل العشاء. انا دماغي صعبه، جعاني قوي. انا هقوم اعمل شاي.
مش تستني لما خطيبك يخلص اكل. ايه يعني انا لو قمت هينكسف ويقوم جعان؟ طبعا احسن خليه يخس شويه. اكتر من كده ده لسه وراه هموم هتخسسه النص، مصاريف الجواز والشبكه والدش ولا. لما نتجوز هبقى اكله كتير قوي واخليه يتخن. طب اعمل لنا معاكي شاي. سفره دايما يا جماعه. ايه ده شكلتك يعني؟ ولا انت فاكرك منك ظابط يبقى لازم تاكل نص بطن؟ ها. لا ابدا، بس شبعت الحمد لله. عن اذنكم هغسل ايدي. اتفضل يا حبيبي، البيت بيتك. عجبك عمايل اختك؟ وبعدين معاكي بقى هتعمليها قضيه ولا ايه؟ سيبيهم على طبيعتهم كده من غير ما يبقى في عقد بينهم. طيب. الحمد لله، تسلم ايدك. ايه اكلت؟ اكلت. قولي اتمليت. طب مش استنى تقعد معايا لغايه ما اخلص اكل؟ لا، انت قاعده ترغي واحنا قاعدين ناكل، احسن. اقعدي كده كلي على انفراد لحد احنا ما نشرب الشاي. الشاي اللي في الصينيه ده بتاعكم وده بقى بتاعي. ايه يا حبيبه بتضحكي على ايه؟ على الشاي. ايه شاي كوميدي ولا ايه؟ لا انت صادق، شاي ماركة كمانانجا. لا ده ولا ده. امال بتضحكي على ايه؟ ما تضحكينا معاكي. انا بعمل بحث عن دور الشاي في حياتنا والكوميديا اللي فيه. يعني اول حاجه بنعملها اول ما نقوم من النوم نشرب شاي، وبعد ما نفطر نشرب شاي، ولما نروح الكليه في البوفيه نشرب شاي، ولما حد يزورنا ولا نزور حد برضه بنشرب شاي، ولما بقى دماغنا توجعنا شويه ناخد الاسبرين وبرده نشرب شاي. ولما دماغنا بقى تخف شويه نشرب شاي. ولما نتعشى نحبس بايه؟ شاي. شفتوا بقى اهميه الشاي في حياتنا؟ طب مش يستاهل ان انا اعمل عليه بحث؟ اه بس بالنعناع الاخضر. حلو. شفت بقى العالمية. الو ايوه موجود يا فندم، مين عايزه؟ ثانية واحدة حسام. اوه ما رامش شغلانة اللي احنا. الو ايوه يا حسين، جت امتى الاشارة دي؟ من انهي اسم؟ طب شكرا. يلا يا طارق هنطلع اسكندريه دلوقتي. هو ايه واخد السكه قياسه وهيلففنا وراه القطر كله من الدلتا لاسوان؟ يلا يا ابني مفيش وقت للكلام. طب خلي بالك من الطريق. السلام عليكم. باي باي. نزلوا برضه من غير ما يشربوا الشاي. هو ده كل اللي حبيت اشرحه لسيادتك. معنى كده انه كان في خصومه مع الست اللي اسمها شحتفه دي بغداد يا سعادتك. ايا كان اسمها مش مهم. وبين الراجل اللي اتعرف على صوره الدكتور انور عبدين. بالظبط كده يا فندم. ممكن سعادتك تبعت تجيبه لنا؟ انا بعت جبت سعادتك وموجود بره مع العسكري. تمام يا فندم. هات الراجل اللي بره اللي اسمه كرم. حاضر يا فندم. عرفت يا سعادة البي ان انا مظلوم وإمارة المسلمين انا مظلوم. حاج كرم اهدى كده وجاوب على اسئله سياده العميد. وماله سعادة البي نجاوب؟ ما نجاوبش ليه؟ بس خلي بالك سعادة البي الوليه دي مفتريه وكذاب. سيبك من الوليه دي وقول لنا انت شفت الراجل ده قبل كده؟ طبعا يا سعادة البي شفته بعينيا الجوز اللي هياكله من الدود. فين وامتى؟ في الوكاله عند الست بغداده، ومش كده وبس، في الفيلا كمان عندها، وكانوا قاعدين ياكلوا سوا وكانه راجلها ولا حتى واحد من اهلها. كانت
عزمها على العشاء يعني. عشاء يا سعاده البيه عدم مؤاخذه، ده كان لابس هدوم البيت. حد تاني شافه غيرك؟ كل شارع فرنسا يا سعاده البيه، والعيال اللي بيشتغلوا عندها كمان ريكو والقص والحاج عبد التواب والحاج مرسي، دي وكاله يا سعاده البيه. ما تعرفش كان مسمي نفسه ايه؟ اعرف طبعا يا سعاده البيه، كان مسمي نفسه محمد نور. بس مره كنا هنتعارك سوا انا وهو، وهي غلطت في الكلام وقالت له انور. متشكرين يا حاج كرم. بس عايز اقول لسعاده حكاجه يا سعاده البيه، انا راجل مظلوم، انا غلبان. حاج كرم، سياده العميل ملوش دعوه بموضوعك. تمام يا فندم. خد على الحجز. حاضر يا فندم. بس انا مظلوم وانت عارف يا سعاده البيه، والله العظيم انا بريء ومظلوم وما عملتش حاجه، ده حتى يبقى حرام. معنى كده ان احنا هنحتاج اذن نيابه علشان نفتش بيت الست دي والوكاله بتاعتها. سعادتك على ما نجيب لقمه نفطر بيها يكون وكيل النيابه راح مكتبه، دي الساعه لسه 6:30 صباح. لا لا ما ينفعش نستناه، يلا بينا نروح له بيته. مين اللي جاي السعاده؟ ده خبط بوليس ده. يا لهوي بالي. اسمعي يا ماما، لمي نفسي، اوعى يبان عليك الخوف. ياه وانت بتفتح الباب تتاوبي قدامهم. قال يا قاعدين فيكوا شر الجايين. مين؟ بوليس. مؤنة، واربي الباب وكلميهم من على الباب، اساليهم عايزين ايه وجايين ليه. يا فندم معانا اذن من الفيلا، فاتش حضرة الظابط. مش تقول صباح الخير يا حضرة الظابط زي الناس ما بتقول لبعضيها؟ صباح النور يا ست بغدادة، معلش الاحتياط واجب وده شغلنا. طب مش من شغلكم كمان انكم تلفوا حبل المشنقة حوالين اللي قتل جوزي وولدي؟ مفيش حاجة يا فندم، مفيش حاجة يا فندم. هي يا طارق ولا الهوا يا فندم. مؤمام اعملي شاي للبهوان. ملوش لزوم يا ست بغداده، ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. فين الدكتور انور؟ خبر ايه يا باشا؟ انت باشا وما تعرفش البيت من الاستباليه؟ طب بلاش الدكتور انور، فين محمد نور؟ ما يصحش كده يا باشا، حضرتك فتشت البيت وانا ارمله وسمعت في السوق زي الجنيه الذهب. فتشت البيت لا لقيت محمد ولا نور. انا قصدي محمد نور اللي اشتغل عندك في الوكاله واللي الناس شافوه هنا في البيت وقلت عليه انه ابن اختك. ناس مين دول؟ ما يصحش الكلام ده يا حضره الضابط. الباشا ما يقصدش يا ست بغداده. يا ست بغداده، انت متهمه بالتستر على مجرم هربان من حكم بالاعدام، احسن لك تقولي لنا وديتيه فين. يا باشا يا باشا، حضرتك فتشت البيت على غفلة. عموما أنا حديك مفاتيح الوكالة ومفاتيح المصنع وفتش زي ما أنت عاوز، ولو لقيته تبقى تقول إن أنا مسطر على مجرم. الحاج كرم بيقول إنه شافه هنا عندك في الفيلا بهدوم البيت، وهو ورجالته شافوه في الوكالة. إيه؟ الحاج كرم يقول اللي يقوله، أصلا أنا مضيها على ورقة تودي النيابة. طب والناس التانية اللي شافوه؟ هاتهم قدامي. ابعت هاتهم يا حضرة الضابط. لا نعرف محمد نور ولا محمد انور. ودينا بنشتغل معاها من ايام المرحوم جوزها، ما وردش علينا الاسم ده ولا الشكل ده. طب اتفضلوا. اللي بعده. تمام يا فندم. هات القص. حاضر يا فندم. تعرف صاحب الصورة دي؟ لا يا بيه. ما اشتغلش معاكم في الوكالة؟ الكذب خيبة سعادة البيه، عمرنا ما اشتغل معانا حد بالشكل ده، هو اللي اشتغل معانا مدة طويلة هو ريكو، ولما طول لسانه على المعلمة قام المعلمة كرشته.
طب اتفضل. شكرني يا بيه. هات لنا ريكو. تمام يا فندم. هات ريكو. حاضر يا فندم. خير يا بيه، بعت لي ليه عدم المواصل؟ سؤال واحد مفيش غيره. شفت صاحب الصورة دي قبل كده؟ ايوه شفته. فين؟ في الجرنانة يا باشا. تعرف يا واد لو اكتشفت انك انت بتكذب علشان تحمي المعلمة جزاءك هيكون ايه؟ واكذب ليه واحمي المعلمة ليه؟ هو اللي دل سعادتك عليا ما قالكش ان سبت الشغل مع المعلمة وربنا فتحها عليا وعملت شغل لحسابي؟ يعني الراجل ده ما اشتغلش معاكوا في الوكالة؟ وهو يعني الشغل مقطع بعضه لما هنجيب حد؟ اهو الواد القصه مدورها لوحده اديله اكتر من جمعه، لحد اشتكى ولا قال اه. طب اتفضل. يا بيه عايزني في حاجه تانيه؟ حتما لازم اروح اشوف اكل عيشي. متشكرين. العفو. بقول لك ايه يا معلمه؟ نعم يعني. انت عارفة لو ثبت لي انك انت بتتستري على الجدع اللي اسمه انور ده ان مفيش قوة في الارض هتمنعني من اني اقدمك للمحكمة. قلبك ابيض يا باشا، فتكوا بعافية. نفس السيناريو بيتكرر كل مرة. هو يا ترى المرة دي هنروح ورا فين؟ رشيد ولا بوير؟ لا هنا ولا هنا. هنرجع مصر. مصر؟ أكيد الدكتور أنور دلوقتي هناك. وإيه اللي أكده يا فندم؟ لو هو صادق صحيح وزي ما الناس بتقول عليه يبقى أكيد دلوقتي في مصر علشان يحاول يثبت براءته. إيه الكلام اللي أنا بقوله ده؟ تعالى يا ابو جمجم افلسوا، هتعمل فيها مكسوف، ابقى حط منخل على وشك يا اخوي. تعالى، تعالى يا ريكو. ايه يا معلم؟ اقعد. اقعد. تشرب ايه؟ ولا حاجة. قص. عين. روح هات لنا اتنين شاي في الخمسينة. هات لي حتة فحم علشان الشيشة، راسي هتوجش من الوجع. سلامة الجمجمة يا معلمة. ريكو ارفع وشك وانت بتكلمني وبص لفوق. بصراحة مش قادر يا معلمة وعيني مش مطوعاني. اللي حصل حصل، والغلطة اللي انت عملتها مسحتها بجدعنة ولاد البلد. وفي حاجة كمان عايز أقولك عليها، أنا ما كنتش فاكرة إنك راجل بالشكل ده. إزاي يا معلمة؟ داني متربي على إيديك أنت والمرحوم. وعايز نقولك على حاجة بصراحة، الشيطان دخل بناتنا وخلانا اللي بأصل مع الراجل الخسيس الدون. معلش، اللي حصل حصل. صحيح أنت عندك مشوار؟ من هنا يا معلمة. أمال ليه قلت كده للظابط؟ بثبته عشان يصدق كلامي وما يصبحش عليا وما يشتغلنيش. الشاي. اشرب الشاي يا ريكو وروح شوف شغلك في الوكالة. بعد اللي حصل يا معلمة؟ أنا عارفة عملتك دي كانت كبيرة، بس اللي أنت عملته النهاردة هيخليني أديك فرصة تاني. ربنا يكرمك يا ست الكل وينصرك على من يعاديكي ويديك على قد بس. بس يا ريك وانت يا ولدي هتشحت عليا ولا ايه؟ بس اللي انا مستغرب له يا معلمه، الدكتور فلسع، قصدي يعني فوتيه من ايديهم ازاي؟ ده دين عليا ولازم اوفيه. ادعي له ربنا يزهر براءته. اللي خلى كرم يعترف مش هيخلي براءة الدكتور تبان. قادر يا كريم. يا رب. بالاذن يا معلمه. خد الشاي. تشكر يا ست الكل. الو نحمده. قولي لي فين محمد؟ يا اختي سلمي عليا الاول. هو انا كنت بايته في حضنك؟ يا وليه بلاش لسانك ده اللي عامل زي الفرجله. بعدين هسلم عليكي.
اديني سي محمد عايزاه ضروري. عيني سي محمد. يا سي محمد. ايوه ست نحمده. تليفون علشانك. مين؟ هيكون من مين يعني؟ من بغدادة طبعا. هيا ست بغدادة ازيك؟ انا اسف ما قدرتش اتكلم اخر مرة. اسمعني مليح، ما فيش وقت. البوليس كان هنيه وبيدور عليك، واحد اسمه حسام والتاني اسمه طارق. مش عارفة كده باين زي ما يكون في بينك يا ولدي وبينهم طار. لا قولي قولي انت عايز تستخبى فين؟ احسن حتة الواحد يستخبى فيها وسط الناس، محدش هيدور على واحد كاشف نفسه للناس. ما تشغلنيش عليك يا دناي. ما تقلقيش يا اما اطمني. قوليلي بس عملتي ايه مع كرم؟ هو في الحجز ورايح النيابة. خلي بالك من نفسك وابقى كلمني. يا من عناية. لا اله الا الله. انت بتقطع الفشة من دلوقتي ليه؟ عشان تبقى جاهزة لما اخرج بالعربية. شوف بقى انت تحمد طاسة قوي وما تقليش الا حتة واحدة، وما تقليش تاني الا ساعة الطلب، علشان اللي فاضل نرجعه التلاجة. حاضر يا ست نحمده، لما اخرج بالعربية هراعي الحكاية دي. انا مش عارفة انت مستعجل على الخروج بالعربية ليه؟ في وسط الناس من غير خوف واخطط للي عاوز اعمله. ادعي لي يا ست نحمده. ربنا ينصرك على من يعاديك يا رب. دلوقتي احنا عرفنا ان الدكتور الهربان موجود هنا في القاهرة. طب وهي القاهرة صغيرة يا فندم؟ لا طبعا، بس احنا عارفين الطريقة اللي ممكن توصلنا ليه. نراقب كل التليفونات اللي ممكن يتصل بيها. يعني نراقب تليفوناته وكمان تليفونات خطيبته. خطيبته الدكتورة نيفين، نراقب كل تليفوناتها. ونراقب تليفونات العيادة كمان يا فندم؟ والعربية والبيجر ومش هو بس، ونراقب كمان تليفون الدكتور نجيب الزناتي وزمايله واصحابه. اعمل حصر بيهم وهات اذن من النيابه بالمراقبه المستمره. بس ده معناه ان احنا هنشتغل 24 ساعه. جهز نفسك وحضر نبطشياتك. الو. ايوه موجود يا فندم. مين عايزه؟ المدام يا فندم. ايوه يا هلا. بتقولي ايه؟ طيب انا جاي حالا. بتقول ان حبيبه تعبانه قوي ونقلتها المستشفى. ممكن تستريحوا برا؟ بس احنا كنا عايزين نطمن. اطمن، المساله مش خطر يا استاذ طارق، وبعدين ادينا فرصه نسعفها. اتفضلوا استريحوا في مكتبي. هلا، هو ايه اللي حصل بالظبط؟ انا ملاحظه انها بتشرب شاي كتير قوي اليومين دول. لا شاي ايه؟ الشاي ما يخليش وشها اصفر بالشكل ده. لا، ممكن يحرق الحديد اللي في الاكل ويصفر الوش، بس ده لو كان ضغطها واطي. ضغطها طبيعي جدا. طيب هي حست بايه بالظبط؟ مفيش، زي عادتها اليومين دول، اكلها ضعيف جدا. يا دوبك اكلت لقمه صغيره وعملت كوبايه شاي وشربتها. فجاه لقيتها بتصرخ جامد قوي ان عندها مغص جامد قوي في بطنها. اديتها مسكن، ما عملش حاجه، بالعكس زود عصبيتها. لقيتها اغمى عليها واتمرمغت كده في الارض وطلعت رغاوي من بقها. ليه؟ هي كلت ايه؟ الاكل اللي كلته انا والولاد. على العموم التحاليل هتظهر كل حاجة. أنت متأكد؟ يا دكتورة، نتيجة تحاليل العينات اللي أنا أخدتها بتقول الكلام ده، وقدامك النسب. خبر. خير يا دكتور. خير يا دكتور. خير إن شاء الله. ممكن نشوفها؟ لا دلوقتي مش هينفع، ممكن بكرة الصبح. الصبح؟ اضطرينا نحجزها في المستشفى. ممكن اتكلم معاك على انفراد يا سيف العميد؟
مفيش اسرار. هاله مراتي وطارق خطيب حبيبه. انا عارفه كل ده وما تنساش حضرتك ان مدام هاله صديقتي، بس انا عايزه اتكلم معاك وبسرعه. طارق تعالى روح على الكافيتيريا. لا مفيش داعي، انا ممكن اجيب لكم اللي انتوا عايزينه هنا. تحبي نتكلم فين يا دكتوره؟ اتفضل معايا. اتفضل يا فندم. خير يا دكتوره؟ انت كده قلقتيني. هو فعلا الموضوع يقلق. التقارير اللي وصلتني من المعمل متاكد ان حبيبه في نسبه هيروين في دمها. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا دكتوره؟ اظن مفيش داعي انك تشوشري على اختي. اختي مالهاش ذنب في العلاقه اللي بيني وبين خطيبك الهربان. وحشه قوي السكه دي. حسام بيه، انا متاكده انه صعب بحكم مهنتك انك تسمع كلام زي ده وتصدقه. اديك قلتيها بنفسك. لكن اللي ما كنتش اقدر اصدقه انك تربط بين الكلام ده وبين الدكتور انور وتتهمني تهمه فظيعه زي دي. انا اشهر ببنت لسه في بدايه حياتها زي حبيبه. ليه يا حسام بيه؟ انا لو كنت عايزه اشهر بيها ما كنتش طلبت اني اتكلم معاك على انفراد، كنت اتكلمت قدام خطيبها مع انك اديتني الحق اني اتكلم قدامه. حبيبه مش ممكن، ده مستحيل. نفس وقع الصدمه عليا لما خدت التقرير من المعمل. طب امتى وفين ومع مين؟ حبيبه حسام بيه، انا عايزك تجمد وتركز معايا. حبيبه كلمة مش راضية تخرج. أنا وحبيبة محتاجين لمساعدتك عشان حبيبة تخف وترجع وردة زي ما كانت. تخف؟ ممكن إنها تخف؟ أيوة ممكن تخف لو أنت ساعدتني. طب قولي لي إزاي؟ أولاً لازم أعرف هي ابتدت إزاي، وده كان بعلمها ولا من غير علمها؟ علمها إيه ومن غير علمها إيه؟ إيه علمها ومن غير علمها ده؟ حسام بيه أرجوك لسه ما خلصتش. اتفضلي. وصاحبتها لازم اعرف هم حالتهم ايه بالظبط كمان، والنوع اللي كانوا بياخدوه ودرجه نقائه كان بيور ولا مخلوط بحاجه تانية. وده كله محتاج تحليلات، وحضرتك اكتر واحد ممكن تساعدني فيها. لو حبيبه غاليه عليك فعلا توعدني انك تساعدها. اساعدها؟ دي لو كلفتني حياتي وعمري كله. حبيبة بالنسبة لي مش أخت، دي بنتي، بنتي الدلوعة كمان. بس لو سمحت يا دكتورة نقيب طارق. تفتكر ده صح؟ أصله خطيبها مش جوزها. هو إيه يعني؟ ما أنا أنور كان خطيبي مش جوزي، ومع ذلك أنا أكتر واحدة في الدنيا مؤمنة ببراءته ورافضة إن أنا أرتبط بأي حد في الدنيا غيره، لأني عارفة إنه محكوم عليه بالإعدام. اللي بيحب يا سيادة العميد بيغفر، بيسامح، بيقف جنب اللي بيحبه. بس وضع طارق المهني حسام بيه، أنا متأكدة إن حبيبة بريئة وما عندهاش فكرة عن أي حاجة من الموضوع ده، ولما تحس إن خطيبها واقف جنبها ده هيساعدها إنها تخف وتشفى من الإدمان تماما. وعلى فكرة محدش هيقول الكلام ده لطارق إلا أنت. أنا؟ هو ده الاختبار الحقيقي لحب طارق الحبيبة. إزاي؟ إزاي الكلام ده؟ وإمتى حصل؟ إزاي ما لاحظتوش حاجة زي دي وأنتوا عايشين معاها في بيت واحد؟ طارق لو عايز ترجع في كلامك ده من حقك، محدش هيلومك. ارجع في ايه وكلام ايه؟ احنا المفروض دلوقتي نعرف ازاي ده حصل لها ومين المسؤول عنه. اهدى يا طارق مش كده. اهدى؟ اهدى ازاي؟ اهدى ازاي يا مدام وانا بشوف حلم عمري اللي قربت احققه وهو بيتسرق مني؟ بيتسرق مني وانا واقف اتفرج عليه. وحبيبه، حبيبه اللي اخوها وخطيبها ضباط شرطه وهي بيحصل لها ده؟ احنا ما ينفعش بقى نكون ضباط شرطه. حافظ على كلامك يا طارق. ما تخليش الغضب يدفعك للغلط.
اسمع يا سيادة العميد، اللي حصل لحبيبي ده مش ممكن ومستحيل يكون بإرادتها. أنت صحيح ولي أمرها ومربيها والمسؤول عنها، بس أنا خطيبها وحبيبها وهبقى راجلها، ومستعد أحلف إن هي تورطت في الموضوع ده من غير ما تعرف. وما تاخذنيش، إحنا لازم نعرف مين اللي ورا الموضوع ده. مدام هالة، لو سمحتي أنا عايزة أسماء صاحبات حبيبة وأرقام تليفوناتهم وعناوينهم. طارق كان عنده حق في كل كلمة قالها. حسام، حسام رايح فين؟ سيبيه، خليه يشوف ايه اللي بيحصل للأبرياء دول، ومين المستفيد بكل اللي بيجرى ده. هو فين؟ هو مين؟ الأستاذ. أنا هنا يا مدام، حضري العشاء جميلة وعملي حساب المدام معانا. حاضر يا أستاذ. أنا مش جاية أتعشى، أنا عايزك في كلمتين، ممكن قدامي؟ ممكن تقولي أنت ليه ما اديتش البضاعة للرجال عشان يوزعوها؟ لأن العقد شريعة المتعاقدين. ده مش رد على سؤالي، ده نص في القانون. ياه، ده أنت حتى الموضوع ولا على بالك. أنا مش فاهمة حاجة، قصدك إيه؟ قصدي الفلوس، ذا ماني، الأرجون، الفلوس فين يا هانم؟ ما الرجاله ادولك كل اللي وصل ايديهم بالكامل. لا 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 لا، انا مش قصدي الفكه والملاليم، انا قصدي على اللي وراكي. ما حولوش الربع الاولاني للبنك بتاعي ليه؟ ربع ايه؟ ال 25 مليون دولار، ربع المبلغ اللي احنا اتفقنا عليه. انا نفذت لكم كل حاجه خلاص، ولا هنخش في نظام ان اسفقناكم؟ ادي البضاعه للرجاله وانا اوعدك ان الاختيار هيجي لك في البنك. لا حلوه، اسف. يعني الاختيار يوصل للبنك بتاعي بتحويل الفلوس، اسلم البضاعه لرجالتك. الله، والمدمنين الايه؟ المدمنين. لا حلوه، ايه صعبانين عليكم قوي؟ سيبوهم شويه عشان الكيف يوحشهم هيدفعوا فيه اكتر، ولا يموتوا حتى انتوا مش عايزينهم يموتوا؟ ولا يعني خلاص فجاه قلوبكم حنت عليهم قوي؟ لا انت بقى التفاهم معاك صعب جدا. الله، رايحه فين يا مدام؟ يا مدام ده العشاء جاهز على السفرة، استني شوية. ولا أحسن إلى حيث ألقت وفرتي. أنا مش شايف أي سبب للي أنت عامله في نفسك ده. قصدك إيه يا علاء؟ المسألة واضحة زي الشمس، أخوها نفسه عافاك من أي حرج وقال لك سيبها. خلاص، أنا رأيي إنك تاخد أول ناقة وتشرخ بعيد عنها. بعيد عن مين؟ عن حبيبة طبعا. تعبيط ولا بتستعبط؟ أنا أتخلى عن حبيبة في الموقف ده؟ وحد يزنق نفسه زنقة زي دي مع واحدة شمامة؟ اخرس طارق. ايه يا ابني بس اللي وصلكوا كده؟ أنا قلت له الحقيقة يا خالتي، أنا خايف عليه، طارق صاحب عمري مش ابن خالتي وبس. عارفة، عارفة يا ابني، بس اللي هو فيه صعب، صعب قوي، ربنا يزيح عنه يا رب. للدرجة دي هو بيحبها؟ أيوة. ظهر إن أنا عكيت الدنيا، أنا هنزل أروح له. علاء، لا يا ابني، سيبه دلوقتي، ولما يفوق هيأنب نفسه. طب بس أعرف هو راح فين؟ كنت متأكد إني هلاقيك هنا. عرفت إيه اللي حصل؟ صحف صاحبة حبيبة في الكلية، باباها ومامتها نقلوها المستشفى بنفس حالة حبيبة. إيه؟ مش كده وبس، لما روحت البيت جالي تليفون من والدة عفاف صاحبتهم برضه في الكلية،
من وسط دموعها قدرت اعرف ان عفاف جات لها نفس حاله حبيبه وسحر. نقلوها المستشفى وحالتها خطر. يبقى السبب في الكليه. من غير تسرع علشان نقدر نفكر بعقل. هو اللي يسمع الاخبار دي يبقى فيه عقل. انا متاكد ان السبب اللي هم فيه ده في الكليه. لو فرضنا ان الكلام اللي بتقوله ده مظبوط، طب والاطفال؟ اطفال؟ اطفال ايه؟ اللي اتنقلوا المستشفى بنفس الحالة. معقول؟ أطفال قد إيه يعني؟ سنتين، تلاتة؟ مش أقل من ست سبع سنين. يعني أطفال في مدارس. إيه يا طارق؟ تفكيرك راح لحد فين؟ دي جريمة يا فندم، وجريمة منظمة كمان. لا يا طارق، الكلام اللي أنت بتقوله ده كلام خطير. محتاج لأدلة وبراهين. هفضل وراه لحد ما اثبته بالادله والبراهين.